لها تقع في الفخ. هيقع في الفخ ده يا شباب ولا ايه؟ ولا انا اللي هقع في الفخ؟ ايه ولا يا لهوي ليه بقى انت لئيم؟ ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نلعب لعبة سنيك. بس في غلط في اللعبة دي. ايه هو الحاجة الغلط؟ ايه هي؟ تيجوا نفكر كده مع بعض. تيجوا نفكر. عرفتوا من الجواب مش كده؟ ان في تسمية اللعبة ما ينفعش يعملوا علامة التعبان. كده كده سنيك معروف ان هي تعبان. يعني ليه يعني؟ غلط على فكرة. ما ينفعش حد يعمل الوشوش دي. عارفين الوشوش بتاعت انا بردان، يعمل علامة البردان. دي لعبة فري فاير عمالة تبعت لي رسايل. ان شاء الله هسجلها لكم. انا بردان، يعمل علامة البردان. في تعبان جاي عليا، يعمل علامة التعبان. بالظبط. بس انتوا مش ملاحظين حاجة؟ اللي انا افضل نتيجة 11685. يا ريت لو كنت كملتها 12000 بالظبط. بحب الارقام اللي هي بالظبط. 0000 اصفار، مكتومة اصفار. ماشي. بس المهم يلا نبدأ. يا ايه ده؟ افرض لو انا ما فيش حاجة في اللعبة دي اسمها درع، يبقى يقتلني كده على طول. 2000 ده انا لو قتلته يا جماله هتبقى حاجة حلوة قوي بقى. ايه ده اللي تحتيه؟ زي 1000 كده. 1000 بالظبط، زي اللي كنت بكلمكم عليها كده. واو ضخم يا عم. انت ما بتبصش قدامك. لا لازم اخش تاني. ضاعت عليا يا جماعه. طب انا اعمل ايه؟ ضاعت عليا. خساره اللي ما يتقالش عليه خساره. حلال. 1000 و1000. يا سلام. بصوا ده احتمال اقتل يا جماعه. احتمال اقتل. في ايه ده؟ يلا عم عديتها كده. كنت بجرب الحركة دي. يلا بقى. يلا. وش بص بقى يعمل ايه؟ ايه ده؟ موت. علشان انا كنت فاتح مكان. مش هفتح لكم مكان. يلا انا الاول يا جماعة. انتم كأنكم اخوات. ايوه ده حق يعني. لا من فضلك بليز. يا لحلاوه. يا غلس بقى تعال. ايوه هو
لا بقى. يلا. فين الدورية؟ مفيش حد يقدر ياخد الحاجات. كفت معايا. نعم. ازاي ما موت؟ ازاي ما ماتش؟ ازاي؟ لا بقى، في حاجة غلط، في حاجة بجد غلط. يلا يلا بقى موت واخلص. ده انت هتقعد ساعة. هعمل كده، اضيق بس الدورية شوية. يلا حاضرين عمليها. اضيق وسع لي المكان. انت مضايقني، قصدي انت مضيق المكان. ما انت لو ذكي تيجي عليا صاروخ كده واخسر. ايه ده؟ في ايه مالك؟ ما انت شايف وشي قدامك. انت شايف وشي قدامك اصلا. ده انا بحب الناس برضو يعملوا معايا الحركات دي، لان هم يقعدوا يلفوا معايا وفجأة يا بقى اقتلهم. ما بجد بحبها قوي لما حد لكن بتضايق قوي لما حد يعملها معايا واخسر، لكن بحبها لما اقتل حد. يا شباب يلا. ده بقى لما يخسر، تخيلوا هيبقى الحاجات متجمعة قد ايه. اصل هو عمال يلف في دوريته. لا الحمد لله، كنت هاجي فيه. ايه ده؟ الحمد لله. هتخسر بكل تأكيد. بتاعتك يا ولد. ده اللي تحتي احتمال اكيد. نعم انت الفين. يا حلاوة بقى، احنا بقى نبتدي بقى في العسل بقى. يا ربي يا ربي يا ربي تكفي. مش هتكفي ده عالي. لا بقى خليها تكفي وبالعافية. ده بجد انا مش مصدق. بص بقى، انا هفضل مستنيه كده لحد ما الحتة دي تضيق. يلا بقى يلا. يا رب يموت على طول. بص انا هدي الحتة دي. يلا هو بقى ماشي عنده كده. هيا لنضيق المكان. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ غلاسة غلاسة. يلا بقى موت. اوعى تخرج من قفصك. عارفين يا جماعة لو خرج من قفصه هقطعه زي اللحمة ما بتتقطع. يلا 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 يلا
الأبطال، إحنا الأبطال، إحنا الأبطال. يلا يلا بصوا الضخامة. أنا الناموسة، أنا الناموسة. بصوا عندي حتة حد زي ازاي. أنا الناموسة هقرصكم جميعا. يلا بقى أنا يا لهوي، هو اللي تحتية مات. ده كان بألف وتمامية. يا رب ده ياخدها ويكملها واطحنه. اوعى تسيب واحدة، اوعى تسيب حباية. هو ده انا اكيد انا. مفيش حد غيري ضخم. ايه ده ازاي؟ ميدان. يلا انت ايه اللي دخلك هنا؟ يعني ايه اللي دخله هنا؟ ميدان ميدان اهو. انت هتقع في الفخ، هيقع في الفخ ده يا شباب ولا ايه؟ ولا انا اللي هقع في الفخ؟ ايوه. يا لهوي، ليه بقى؟ انت لئيم. كنت حاسس بالظبط ان انا هقع في الفخ يا شباب، كنت بجد حاسس. ماشي، بص يا صحابي، الفيديو من النهاية خلص. انا هقف لحد هنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. ماشي، يلا بقى، سلام.